نعم أميرة، يعني حوالي ساعة من الآن وينطلق الصاروخ فالكون 9 وعلى متنه المركبة دراغون التي تحمل رواد الفضاء في فريق كرو 6 باتجاه محطة الفضاء الدولية. من خلال ما نشاهد يعني هنا الأحاديث والاجتماعات حتى يعني قبل انطلاق المركبة دراغون، هناك اجتماعات بين الجانبين الأمريكي والإماراتي، بين وكالة الفضاء الأمريكية ناسا ومركز محمد بن راشد للفضاء ومجموعة من المسؤولين في قطاع الفضاء في دولة الإمارات لبحث أوجه التعاون في كثير من قطاعات الفضاء. كما تحدث رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري قبل قليل بأنه سيكون مشارك في الإشراف وإدارة العمليات الخاصة بفريق كرو 6 وهم في محطة الفضاء الدولية. اللافت من الأمر أيضا أن الطبيبة الإماراتية الدكتورة حنان السويدي هي من ضمن فريق العمل الطاقم الطبي المشرف على رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، هي موجودة عن قرب الآن بالقرب من الصاروخ فالكون 9 يعني لتأكد من جاهزية رواد الفضاء، وأيضا ضمن فريق الطوارئ في حال لا سمح الله حدث أي طارئ هي موجودة لديها السجل الطبي الخاص بسلطان النيادي حتى أثناء فترة وجوده في محطة الفضاء الدولية على مدى 180 يوم، وحتى بعد عودته بإذن الله إلى كوكب الأرض ستكون موجودة لضمان يعني المؤشرات الحيوية وسلامة رائد الفضاء سلطان النيادي. إذن دولة الإمارات تشارك بفعالية في مثل هذه المهام الفضائية. الجانب الآخر التقني يعمل عن كثب يعني التأكد من العمليات الخاصة بإطلاق الصاروخ فالكون 9 الذي سيحمل على متنه دراغون، يعني المركبة دراغون، وستكون عملية الذهاب والانفصال عن يعني في مرحلتين رئيسيتين. الجزء كبير من الصاروخ سيعود مرة أخرى إلى محطة الانطلاق الأخرى، والجزء الرئيسي من المركبة دراغون ستتجه عبر مسار محدد إلى محطة الفضاء الدولية. إذن ساعة من الآن بإذن الله ونشهد وإياكم انطلاق مهمة طموح زايد 2 وإطلاق الصاروخ فالكون 9 إلى محطة الفضاء الدولية. ونعود الآن بالكلمة إلى استديو مركز الأخبار في تلفزيون دبي وفي هذا البث المشترك لمهمة طموح زايد 2.